لمزيد من التفاصيل حول الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي أيمن دلول. أهلا بك سيد أيمن، وأبدأ معك من أنباء قصف طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفها لسيارة في الشجاعية. هل لديكم مزيد من المعلومات عن هذا القصف؟ يعني في ساعات الفجر فجر هذا اليوم تجاوزت قوات الاحتلال الصهيوني معادلة الردع في تعاملها مع المقاومة الفلسطينية. قوات الاحتلال الصهيوني بتجاوزها قامت باستهداف إحدى سيارات المواطنين كانت مركونة في حي الشجاعية مع ساعات الفجر، لم يبلغ عن وقوع إصابات لكن اشتعلت النيران في هذه السيارة، وهو تطور اعتبره المتابعون والمراقبون بأنه تطور خطير في علاقة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني. هذا الاستهداف بادعاء الاحتلال بأن السيارة يستخدمها مطلقو الطائرات الورقية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وكذلك هذا الاستهداف جاء بعد أيام من استهداف قوات الاحتلال لعدد من الذين يقومون بإطلاق هذه الطائرات، لكن على ما يبدو بأن قوات الاحتلال كانت تستهدف في محيطهم ولم ترغب في إيقاع خسائر بشرية في صفوف مطلقي هذه الطائرات. قبل قليل كذلك في المحافظة الوسطى من قطاع غزة أطلقت طائرات الاستطلاع الحربية كذلك أحد صواريخها صوب مجموعة من مطلقي هذه الطائرات، لم يبلغ عن وقوع إصابات، لكن بالمجمل الواضح بأن قوات الاحتلال الصهيوني تعيش حالة من الضغط الكبير الداخلي لديها خاصة من الجانب السياسي والصهيوني الشعبي لديها بفعل الخسائر الكبيرة التي باتت تكبدها الطائرات الورقية التي يستخدمها الشبان الفلسطينيون كأداة شعبية. أيمن، بالعودة إلى السيارة، هل تم معرفة صاحب هذه السيارة المستهدفة، خاصة كما ذكرت بعد تداول بعض الأنباء بأن صاحبها من مطلقي الطائرات الورقية؟ يعني هكذا يدعي الاحتلال بأنه من مطلقي الطائرات الورقية، لكن بالمحصلة سواء كان من مطلقي الطائرات الورقية وهي أداة شعبية بالمناسبة معروفة في كافة أرجاء العالم، أو لم يكن من مطلقي الطائرات حتى لو كان مسلحا، فإن القانون الدولي يعتبر مثل هذا الإجراء سيارة مرقونة في داخل حي سكني واستهدافها بهذه الصورة وبهذا الشكل هو مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحفظ المدنيين الآمنين زمن الحروب والنزاعات. ما هي الخسائر أيمن، ما هي الخسائر التي تم تسجيلها جراء استهداف هذه السيارة في حي الشجاعية؟ يعني هناك تدمير بالكامل لهذه السيارة، وهناك أضرار لعدد من منازل المواطنين التي كانت في محيط هذه السيارة، بالإضافة إلى حالة الخوف التي يعني أصابت العديد من الأطفال والنساء. نتحدث عن منطقة سكنية ومكتظة بالسكان، وفي وقت صلاة الفجر وفي إجازة عيد الفطر يتم الاستهداف بهذا الشكل المباغت وفي هذه المنطقة، يعني هناك أضرار مادية لكن لا توجد بحمد الله تعالى أضرار بشرية في صفوف المواطنين باستثناء حالة الخوف التي انتابت الأطفال والشيوخ نتيجة الاستهداف كما قلت في ساعات الفجر. هل أصدرت السلطات الفلسطينية سواء في الضفة أو في القطاع أي تصريح إلى هذا الاستهداف؟ يعني هناك حالة استنكار كبيرة من اللجنة العليا لمسيرات العودة، وهناك كذلك استنكار من العديد من الفصائل الفلسطينية لهذا التصعيد الصهيوني كما قلنا الذي اعتبروه تجاوز للخطوط الحمر في تعامل الاحتلال وتصعيده، يعني بالمناسبة استخدام وسائل عسكرية وحربية في مواجهة شبان سلميون يستخدمون أدوات سلمية شعبية معروفة في كافة أرجاء العالم وتلقى تأييدا على مختلف في مختلف العواصم الدولية. أشكرك جزيل الشكر صحفي الفلسطيني أيمن دلول، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.